ومجموعة كبيرة جدا 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 يشار لها بالبنان، كان معظمها لها إعداد جيد، وقدموا أطروحات كثيرة جدا 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 قدرنا من خلالها إن احنا نعمل توصيات جيدة إن شاء الله هنعرضها في النهاية. حلو، هنتكلم عن التوصيات دي. دكتور جمال، شايف ايه اهم الاستفادات اللي تحققت من الجلسات في مؤتمر الرياضة والقانون؟ اولا هذا المؤتمر كون انه ينعقد تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الذي شرف المؤتمر بحضوره في الجلسة الافتتاحية وألقى كلمة تعتبر ميثاقا صارت عليه هذه الدورة أو هذا المؤتمر. والمؤتمر طرح فيه العديد من المبادرات، حقيقة كانت مبادرات جيدة جدا وخلاقة، وسوف يكون لها مردود جيد على الرياضة والأنشطة الرياضية في مصر. زي إيه؟ أولا سيادة النائب الدكتور محمد أبو العنين في كلمته الافتتاحية في المؤتمر كان بيطالب بتعديل المادة 71 من القانون 71 لسنة 2017 التي تقصر إنشاء الهيئات الرياضية على شكل شركات مساهمة. أيوة. وطلب أن هذه الهيئات يمكن أن تنشأ في شكل شركات أشخاص بحيث يمكن الشباب من إنشاء شركات، وده من شأنه أن يحقق ثلاث أهداف. الهدف الأول تقليل البطالة وخلق فرص عمل بين الشباب، أن ممكن ثلاث شباب يروحوا يجيبوا إيراد أرض ويعملوا ملعب كورة يأجروه مثلا ب 200 جنيه في الساعة. أي. في 10 ساعات ب 2000 جنيه 60,000 جنيه في الشهر. عملوا دخل محترم لشباب، وفي نفس الوقت اعطاء مميزات قانونية ليهم يطبق عليهم القانون 152-20-20، اعطاء امتيازات ضريبية. يبقى خلقنا فرص عمل، دعمنا الاقتصاد. أيوة. حاربنا المخدرات. في نفس الوقت دعمنا النشاط الرياضي في مصر اللي هينطلق في كل ربوع البلاد وكل نجوعها، وهتبقى عبارة عن وعاء ومعامل تفريخ للمواهب، ويبقى عندنا عشرات محمد صلاح. أعتقد أن هذا المشروع مشروع خلاق ومشروع قوي، وأنا بهيب من هذا البرنامج ومن هذه المنصة الإعلامية بمجلس النواب أن يتبنى هذه المبادرة. أيوة. ويقوم بالتعديل ويؤخذ في الاعتبار في تعديل القانون 71 لسنة 2017 أن يترك أو يفتح المجال للشباب لتأسيس الشركات الأشخاص وشركات الشخص الواحد، حتى تنطلق الرياضة في كل ربوع مصر. نعم. ونحن في حاجة لهذا. نعم. للانطلاق إلى الأولمبيات والدورات القارية والأولمبية والعالمية، لأن هناك مواهب موجودة يجب أن نمهد لها الطريق. صح. ونمهد لها المناخ والأرض. نعم. لتنطلق 100%. مستشار كمال، إيه التوصيات؟ ختمت كلامك في الجزء الماضي بأنه أتمنى أن التوصيات دي تجد طريقا وأن هي تساهم في تحسين بعض الأمور إن شاء الله. هو الأهم من التوصيات الطرح اللي تم. أيوة. الأول يعني بسم الله ما شاء الله، هذا المؤتمر جمع كوكبة كبيرة من المسؤولين الرياضيين داخل مصر وخارج مصر. مزبوط. والحمد لله كان هناك تمثيل لمعظم المهتمين بالرياضة في مصر. كان على رأسهم طبعا